السلام عليكم، معكم ياسر الكوفي، واليوم راح نتكلم عن عائلة التارجيريان من ايجون الفاتح لاخر وريث بالسلالة. وانا اعرف ان هذه السلالة يرجع تاريخها لفاليريا القديمة، لكني راح اتكلم من بداية حكم ايجون الاول الى اخر السلالة، لان التاريخ اللي انكتب بعد غزوة ايجون الاول للممالك السبعة هو الاهم بالنسبة للكثيرين، وهو هذا اللي راح اتطرق له في هذا الفيديو. نبدأ مع ايجون تارجيريان الاول. ايجون الاول كان له اختان رينيس وفيسينيا، وايضا اتخذهما كزوجتان. كان زواج الاخوة من الاخوات بين التارجيريان عادي جدا، ولسبب، وهو للحفاظ على نقاوة دمهم، وهذا ما يجعلهم يتحكمون بالتنانين. حكم ايجون تارجيريان الست من اصل سبع ممالك من سنة 1 الى سنة 37 AC. AC وBC هما مصطلحان يستخدمان لمعرفة الفترة الزمنية من التاريخ الحديث. AC تعني بعد الغزو أو After Conquest، BC تعني قبل الغزو أو Before Conquest. أنجب زواج إيغون من أخته رينيس ابن اسمه أينيس، وكان طفلا ضعيف البنية ومريض في سنواته الأولى، حتى أن الإشاعات ادعت أن أينيس ليس هو ابن إيغون. وأنجب زواج إيغون من أخته فيسينيا ابن اسمه ميغور. كان الوريث الأول لإيغون هو أينيس، ولقد نصب خلفا لأبيه وكان حاكما جيدا. استمر حكمه من سنة 37 إلى سنة 42 AC. تزوج أينيس من أليسا فاليريون وأنجبت له ستة أطفال، ثلاث بنات وثلاث أولاد، هم فيالا، فيسيريس، أليسان، جهيريس، إيغون وريانا. تنص التقاليد على أن ابن أينيس هو الذي سيخلف أباه، لكن ميغور أبى ونصب نفسه ملكا. حكم ميغور من سنة 42 إلى سنة 48 AC، وكان ملكا قاسيا جدا وصارم، ويختلف عن أخيه أينيس بصورة كبيرة، وعرف فيما بعد بميغور القاسي. تزوج ميغور ستة مرات وكلها باءت بالفشل، ولم ينجب أي طفل يورثه، وبذلك والانعدام ورثة ميغور، تم تنصيب جهارس الأول ملكا بعد عمه ميغور. وكان يعرف جهارس الأول بالملك العجوز أو الحكيم، وكان صاحب أطول حكم تارجيريان بالتاريخ على المملكة ب 55 سنة، من سنة 48 إلى سنة 103 AC. تزوج من أخته أليسان وأنجب منها 13 طفل، أربعة ماتوا وهم أطفال، وأهم أطفالهم أيمون، ديالا، بيلون، أليسا، سيارا وغيل. ولطول حكم جهارس الأول فإنه بقي حيا أكثر من أطفاله، ولم يورثه أي من أطفاله، لكن بيلون الابن الرابع لجهارس الأول تزوج من أخته أليسا تارجيريان وأنجب منها ثلاثة أطفال، هم فيسيريس الأول، إيغون وديمون. وتم تنصيب فيسيريس الأول ملكا خلفا لجده جهيرس الأول. وتزوج فيسيريس من إيما أرين وأنجب منها رينيرا وبيلون. بيلون مات بعد يوم واحد من ولادته، وماتت أمه إيما أرين أثناء الولادة. بعدها فيسيريس نصب ابنته الوحيدة رينيرا وورثته، لكن بعد مدة تزوج فيسيريس الأول من أليسنت هايتاور وأنجب منها أربعة أطفال، ابنة واحدة وثلاث أولاد، هم إيغون الثاني، أيموند، ديرون وهيلينا. وبهذه الحالة أصبح لفيسيريس ابنا يورثه، لكنه أبقى على وعده بتنصيب ابنته رينيرا كملكة بعده. حكم فيسيريس الأول من سنة 103 إلى سنة 129 AC. بعد موت فيسيريس الأول نصب إيغون الثاني نفسه ملكا غير مبالي بوعد أبيه لأخته. بعد موت أبيها فيسيريس الأول كانت لرينيرا خمسة أطفال، ثلاثة من زوجها الأول واثنان من عمها وزوجها الجديد ديمون، وكان هذا هو الزواج الثالث لعمها ديمون، وأطفالهم هم إيغون الثالث وفيسيريس الثاني. إيغون الثاني تزوج من أخته هيلينا وأنجب منها ثلاثة أطفال، هم جهيرا وميلور وجهيرس.
بعدما عرفت رينيرا أن أخوها الغير شقيق إيغون الثاني نصب نفسه ملكا، اشتعلت حرب دامية بين الاثنان عرفت برقصة التنانين. انتهت الحرب بموت أبناء إيغون الثاني وموت رينيرا، وتم تنصيب ابن رينيرا من زوجها وعمها إيغون الثالث ملكا على العرش. حكم إيغون الثاني من سنة 129 إلى سنة 131 AC. إيغون الثالث المعروف بإيغون الشاب أو إيغون التعيس أو إيغون الغير محظوظ، لأن آخر تنين مات بفترة حكمه. تزوج إيغون الثالث من ابنة عمه إيغون الثاني جهيرة، ولم ينجب منها شيء لأنها ماتت وهي صغيرة، وتزوج بعدها بدينيرا فيليريون وأنجبت له 5 أبناء: ريانا، بيلور المبارك الذي بنى سبت بيلور المشهور بمدينة كينغز لاندينغ والذي قتل نيت ستارك أمامه بالكتاب الأول، ديانا، ديرون وإلينا. حكم من سنة 131 إلى سنة 157 AC. استلم الحكم بعدها ديرون الأول من سنة 157 إلى سنة 161، وبعدها استلم أخوه الأصغر بيلور المبارك من سنة 161 إلى سنة 171. لم يتزوج أي أحد من أبناء إيغون الثالث، فقط بيلور المبارك من أخته ديانا ولم يكمل زواجه عليها، وإلينا التي تزوجت 3 مرات فقط، ولذلك تم تنصيب فيسيرس الثاني أخو إيغون الثالث ومساعده أو The Hand of the King ملكا على ويستروس. تزوج فيسيرس الثاني من لارا روغار وأنجب منها إيغون الرابع شيارا وإيمون المعروف بفارس التنين. حكم فيسيرس من سنة 171 إلى سنة 172. والآن نأتي لواحدة من أمتع الأجيال التي مرت على ويستروس من عائلة التارجيريان. تم تنصيب إيغون الرابع ملكا لويستروس خلفا لأبيه فيسيرس الثاني. كان إيغون الرابع أحد أسوأ ملوك عائلة التارجيريان، كان سيء جدا وأغلب قراراته سيئة، وكان سمين جدا لدرجة أن لحمه بدأ يتعفن عليه وهو حي، ولقب بإيغون الغير كفو أو The Unworthy. تزوج إيغون الرابع من أخته شيارة وأنجب منها 2 طفلان هم ديرون الثاني ودينيرس. وكانت ممارسة الملك إيغون الرابع للجنس مع النساء كثيرة جدا، حتى أنه خلف من هذه النساء 9 لقطاء كانوا يعرفون باللقطاء العظماء، وكان 4 منهم من نساء ذو أصول نبيلة أو هايبورن. أنا أعرف أنهم لقطاء وقد يعتبرهم البعض غير مهمين للسلالة، لكن آخر قرار كان لإيغون الرابع هو تشريع جميع أبنائه قبل موته، وهذا يجعلهم مهمين وقصصهم أيضا مهمة وغيرة الكثير بأحداث ويستروس. راح أتكلم عنهم بصورة بسيطة جدا هسه، لأن أنا شخصيا معجب قصصهم وراح يكون لهم فيديو خاص بهم بالمستقبل إن شاء الله. أهم لقطاء الملك إيغون الرابع هم دايمون واترز، كان الابن الأكبر بينهم وانشق عن عائلته بعد تشريعه من قبل أبيه وأسس عائلة بلاكفاير. هذه العائلة بقيادة ديمون بلاكفاير قامت ب5 ثورات تمردوا على العرش لسبب واحد، هو أنهم يؤمنون أن ديمون بلاكفاير هو الأنسب لحكم الممالك بعد أبيه إيغون الرابع. إيغور ريفرز المعروف ببيتر ستيل، برايندن ريفرز المعروف ببلود ريفن، وشيارا سيستار. حكم إيغون الرابع من سنة 172 إلى سنة 184 AC. تم تنصيب ديرون الثاني ملكا لويستروس خلفا لأبيه إيغون الرابع، ولقب بديرون الطيب أو ديرون الجيد لإجادته الحكم. كان ملكا جيدا وكانت له أختا واحدة من أبيه وأمه هي دينيرس. تزوج هو وأخته من مملكة دورن الجنوبية لإنهاء القتال المستمر بين العرش ومملكة دورن. دينيرس تزوجت مارون مارتيل وهو تزوج ماريا مارتيل وأنجب منها 4 أطفال هم مايكار الأول الذي تزوج من ديانا دين، وإيريس الأول الذي تزوج من إلنور بينروز، وبيلور الذي تزوج من جينا دونداريان وأنجبت له 2 أولاد هما ماتاروس وفالار، وريغال تزوج من أليس إيرن وأنجبت له 3 أطفال بنتان وابن واحد هم أيلور، أيلورا ودينورا. حكم ديرون الثاني من سنة 184 إلى سنة 209 AC. تم تنصيب إيريس الأول ملكا لويستروس خلفا لأبيه ديرون الثاني،
وكان أيريس الأول مولعا بالكتب والظواهر الغامضة، ولم يكن مثل آبائه وأجداده، فلم يريد أن ينجب أي ولد أو بنت من زوجته إلينور بينروز. حكم من سنة 209 إلى سنة 221 AC. بعدها انتقل الحكم لأخيه الأصغر مايكار الأول، وتزوج مايكار الأول من ديانا دين وأنجبت له 6 أطفال، هم دايرون الذي تزوج من كيارا تايروش وأنجبت له ابنة اسمها فايلا، وبعدها مات دايرون بالجدر عقب ممارسته الجنس مع إحدى العاهرات. إيريون تزوج من ابنة عمه ريغل دينورا وأنجب منها ابن اسمه ميغور تيمنا بجده الأكبر ميغور القاسي. إيريون ظن أن شرب الوايلد فاير أو النار الخضراء سيحوله إلى تنين ومات بعد شرب النار. أيمون لم يرغب بالعرش وذهب بعدها لحرس الليل. ديالا، إيغون الخامس، وري. حكم ميكار الأول من سنة 221 إلى سنة 233 AC. انتقل الحكم بعدها لأخيهم الأصغر إيغون الخامس. تزوج إيغون الخامس من بيثا بلاكوود وأنجبت له 5 أطفال، 3 أبناء وبنتان. دانكن تزوج من جيني أوف أولستون وتنازل عن العرش. جهيرس الثاني، شيارا، ديرون، وريال التي تزوجت من أورماند براثيون وهي تكون جدة روبرت وستانيس ورنلي براثيون. حكم إيغون الخامس من سنة 233 إلى سنة 259 AC، ولأن دانكن تنازل عن العرش انتقل الملك لأخيه الأصغر جهيرس الثاني. تزوج جهيرس الثاني من أخته شيارا وأنجب منها ولدا وبنت، هم إيريس الثاني وريال. حكم من سنة 259 إلى سنة 262 AC. بعدها تم تنصيب إيريس الثاني ملكا. تزوج إيريس الثاني من أخته ريالا لينجب منها 3 أطفال، ولدان وبنت، وهم ريغار وفيسيريس ودينيريس. ريغار تزوج من إيليا مارتيل وأنجب منها طفلان، ولد وبنت، رينيس وإيغون. ودينيريس تزوجت من الكال دروغو وهيزدال زولو روك. وكان إيريس الثاني آخر ملك من عائلة التارجيريان. حكم من سنة 262 إلى سنة 283 AC. أطاح به تمرد روبرت براثيون وأنهى حكم السلالة، ورح نتناول هذه القصة بصورة أكبر بفيديو قادم. وبذلك وصلنا لآخر الفيديو، وأتمنى أن تعذروني لتواضع التقديم لأن هذه أول مرة أصنع فيديو بهذا الحجم. شكرا، وألقاكم فيديو قادم.